في إطار حل المشكلات التي تواجه القارة الإفريقية، يأتي اجتماع وزراء التنمية المحلية الإفريقية في محاولة لتوحيد الرؤى والأفكار وتعزيز التعاون بين دول القارة ودعم قدرات الدولة الإفريقية على مواجهة التحديات العالمية فيما يخص الجوائح الطبيعية أو التغير المناخي. لقد استطاعت مصر خلال السنوات الثماني الماضية تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة على مستوى المجتمعات المحلية، سواء الحضارية أو وهي نقلة كان فوق مشروعات البنية الأساسية العملاقة إدراكا من البنية التحتية إلى أساس تطوير الخدمات العامة وبوابة الحقول الأمنية الاقتصادية المستدامة. خلال الاجتماع تم مناقشة كيفية تحقيق التنمية التي تطمح إليها الشعوب الإفريقية والتي تشير إلى التغير الذي تشهده القارة الإفريقية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار مع الدول الأخرى. يوم النهاردة حدث هام جدا وتاريخي، وخاصة أنه المؤتمر الخاص باللجنة الرابعة لوزراء التنمية المحلية الأفارقة. اللجنة دي بتشهد من الأهمية بمكان توحيد الرؤى الدول الأفريقية قبل الذهاب إلى الكوب 27 ومناقشة موضوعات في غاية الأهمية، وهي متمثلة في ثلاث محاور. المحور الأولاني بيتعلق بالتغيرات المناخية وسلاسل القيمة، كذلك الأمر فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي لربوع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. والحاجة كمان المحور الثالث بيناقش التجربة الرئاسية المصرية حياة كريمة وكيفية إدراجها في التحول الريف الأفريقي إلى تحقيق حياة كريمة. أكد الوفد الإفريقي أثناء الاجتماع على أن تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هو السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في القارة الإفريقية. إذن جاء اجتماع وزراء التنمية المحلية الإفريقية المعنية بموضوعات الخدمة العامة واللامركزية، وذلك لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب الدول الإفريقية وتعزيز دعم الحكومة المحلية لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.